بتشوف حسام عاشور وحسام غالي ازاي؟ انا هكلمك على حسام عاشور وحسام غالي، ان هما اتنين كباتن النادي الاهلي، وهسالك بقى على يمكن بعض الناس بتتكلم ان حسام غالي اخر الموسم بالنسبه له وبعد كده هينهي مسيرته في كره القدم. انا اسالك عليهم هما كباتن، وفي المركز برضو اللي انت بنتكلم عليه هو وسط الملعب اكرم. والله يعني الاثنين انت بتتكلم على تاريخ نادي الاهلي، لو كابتن حسام او كابتن عاشور، يعني الاثنين يعني من اقول لك ايه يعني كلامي، حسام عاشور 34 بطوله، ما بقول لك كلامي مش 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 هي مش هيقلل ولا هيزود منهم حاجه، لان يعني دول تاريخ نادي الاهلي. هو عامه انا بتعلم من الكابتن حسام عاشور ومن الكابتن حسام غالي ان الواجبات اللي في الملعب عينيا بتبقى عليهم، بشوف التعامل بره الملعب بيبقى ايه وجوه الملعب بيبقى ايه. تمام، هي عامه كل مكان الناس بتحب بعض جدا. يعني احنا عندنا في النادي الاهلي الخمسه اللي موجودين في نص الملعب اي حد يلعب مش مشكله، احنا اهم حاجه نكسب، واللعيبه كلها بتحب بعض كلها. يعني انا ما شفتش حد يعني عشان ما لعبش عايز تاني لا قدر الله يحصل له حاجه عشان هو يلعب. لا ما فيش الكلام ده على مدار تاريخ النادي الاهلي. احنا كلنا ما شاء الله يعني حاجه محترمه جدا، وشخصيات انا بصراحه مبسوط ان انا عاشرتهم او اتعلمت منهم حاجات كتير.